إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب مدينة بوزنيقة. أجواء حماسية، أجواء رائعة هنا بهذا الملعب قبل انطلاقة المباريات المؤهلة إلى جائزة الحسن الثاني. بدقائق قليلة ستنطلق المباريات، أجواء جميلة، حضور جمهور قياسي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تي في، الصورة أمامكم، فحضور جمهور كبير جدا حاضر في هذه المباريات المؤهلة إلى جائزة الحسن الثاني. شوفوا معي الحضور الجماهيري الكبير مشاهدينا الكرام. إذن الصورة أمامكم مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تي في، في هذه الأجواء هنا بقلب هذا الملعب، قلب هذا المحرك، أجواء حماسية مشاهدينا الكرام، وجمهور قياسي. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شعب، أجواء حماسية، أجواء جميلة ورائعة جدا مشاهدينا الكرام. إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فهذه الأجواء المباشرة هنا بقلب هذا الملعب قبل دقائق قليلة من انطلاق المباريات المؤهلة إلى جائزة الحسن الثاني. الصورة أمامكم، أجواء جميلة وأجواء رائعة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تي في، حضور جمهور قياسي، جمهور كبير جدا. شوفوا معايا الكم الهائل ديال الجماهير، قرابة الحد 10,000 متفرج حاضر هنا هذا الملعب في هذه الأجواء. هذا هو الحضور الجماهيري الكبير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، أجواء حماسية، أجواء جميلة جدا هنا بقلب هذا المحرك مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تي في، الصورة أمامكم، فهذه الأجواء مشاهدينا الكرام. هذا هو الجمهور، أجواء حماسية مشاهدينا الكرام، مشاهدينا Whoa, 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 wh
إذن دائما مشاهدين الكرام مشاهدي قناة صوتيين الصورة أمامكم أجواء جميلة رائعة هنا نقلب هذا الملعب قبل ملعقة فنون التبوريضة دقائق قليلة مباريات الجهوية المؤهلة إلى جائزة الحسن الثاني. إذن دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في الأجواء أجواء جميلة ورائعة هنا بقلب هذا الملعب حضور جمهور كبير مشاهدي قناة شعب قناة شو تي في الصورة أمامكم أجواء حماسية حضور جمهور قياسي هنا مقلب هذا الملعب مشاهدينا الكرام هذه الأجواء العامة هنا مقلب المحرك حضور جمهور قياسي قبل دقائق قليلة من انطلاق مباريات فن التبوريضة المؤهلة إلى جائزة الحسن الثاني. الملك المتزلي
إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هذه الأجواء المباشرة هنا من قلب هذا الملعب قبل دقائق قليلة من انطلاق فن التبوريدا، مباريات مؤهلة إلى جائزة الحسن الثاني. مشاهدينا الكرام، إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شو تي في، وقليا نودعكم، نتلقى معكم من هنا لشوية مع بداية المباريات، نتلقى معكم في النقل المباشر للمباريات. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله. Thank you.
محمود.